فيديو يظهر عراقا مستعرا يجعلك تطلب الإيمان بالإنسانية. هذا العراق الذي بدأ بين شخصان سرعان ما تحول إلى معركة تورط بها الجميع، وبسبب سياسة اليوتيوب المناهضة للعنف بإمكاننا عرض ما تبقى من المقاطع المفلترة. لا نعرف متى ولماذا وقع العراق، ولا نعرف ماذا دهى الناس ليتصرفوا بهذه الحماقة. في البداية نرى سيدة تحاول فض العراق بين رجلين، ثم نرى شعرها يطير والسيارات تزمر. بعض الرجال بدأوا يضربون النساء أيضا. يا لحماقة البشر، إن الكوكب مليء بالفوضى والعنف.